موضوع القراءة يطرح ملفا للنقاش في نبض المجتمع مع سعاد الزعتراوي. أهلا بك سعاد. أهلا سناء. تتابعين معرض الكتاب في تغطية يومية لهذا الموعد الثقافي، ما هي خصوصية الدورة الحالية؟ سناء، الدورة الحالية الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حدث ثقافي هو الأبرز سنويا في المغرب. يلم المعرض شمل المبدعين من كتاب وروائيين وشعراء وباحثين وأكاديميين، قراء ومهتمين. برمجة غنية تضم أزيد من 240 فعالية تتنوع بين لقاءات ثقافية، ندوات وأمسيات، وتوقيع لأحدث الإصدارات. وللأطفال حيز هام من أنشطة المعرض، من نصيبهم عروض ترفيهية وأنشطة فنية ولقاء مباشر مع الكتب والكتاب. يشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 48 دولة وأكثر من 740 عارضا. جرت العادة أن يكون ضيف شرف المعرض دولة ما، هذه السنة كان ضيف الشرف منظمة اليونسكو، نظرا للعلاقات التي تميز المنظمة والمغرب ولأهمية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها اليونسكو. شهدت الأيام الثلاثة الأولى للمعرض حضورا كثيفا وقياسيا للزوار مقارنة بالدورتين السابقتين، فاق عدد الحضور 71,000، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 40% مقارنة مع السنة الماضية. فعالية المعرض الدولي للنشر والكتاب المتنوعة ما زالت مستمرة إلى غاية يوم الأحد. إذن فعالية المعرض تستمر إلى غاية يوم الأحد، ونهاية الأسبوع الماضي يوم السبت تحديدا كانت الصورة مفاجئة جدا. يتعلق الأمر برواية خوف للكاتب السعودي أسامة مسلم. كان هناك مشهد تابعتيه سعاد، كنت في عين المكان، هاد الصورة تلتها تصريحات استقتها الظهيرة المجموعة من الشباب. إذا سمحتي سعاد نسمعوا للشهادات ونرجعوا لك. جينا باش نتلاقاو معاه ونوصلوا ليه الرسالة ديال ان هنا في المغرب مازال شباب كيقراو ومهتمين بالادب وانتريسي بالادب العربي، خصوصا الخيال اللي كتسافر به، الافكار اللي كنلقاوها عنده بوحدو ككاتب عربي، وكيفاش كتحس بانك في هذاك الشيء اللي كتعيشي في هذيك المؤلفات ولا في ديك الروايات، بحال سلسله بساتين عربيستان، كاع السلسلات عنده كينقلك لعالم واحد اخر، كتعيشي الخيال عكس الواقع. الصراحه هذه اول مره باش زعما باش نتعرف على الكتب ديالو. كاتب رائع صراحه، كيهضر بطريقه زوينه باسلوب زوين. كنصح بزاف الناس سواء كيقراو ليه سواء كبار صغار، وكاتب رائع يعني باسلوب بطريقه واعره بطريقه زوينه بالنسبه سواء كبار ولا صغار، كنصحهم يقراو ليه حيت كاتب لي مشهور وكتبته احتلت على المراكز اولى متقدمه. عنده يعني الكتابات ديالو عنده فيها الابداع، يعني كيقدر كيوصف يعني مجموعة التفاصيل. الطريقه كيفاش كيكتب، حتى الكتابه ديالو زوينين والقصص ما كاينين في شي بلاصه وحده اخرى. الا كيحل لك واحد الباب على اللي كيكونوا عندك اصلا عليهم تساؤلات على الغيبيات مثلا، على العالم الاخر، لانه هو كاتب كتب لك على السيره الذاتيه وما تيقولكش روايه، يعني تيحط لك هذوك التساؤلات اللي انت كتتسائلي على العالم الاخر، كيحط لك بحال الا اجوبه غير مباشره ليه. وهو عنده بزاف ديال السلسلات، واخا هكا كل سلسله مترابطه مع بعضياتهم، يعني كاينه شخصيه تلقاها هنا كتلقيها في واحد الروايه شي ثلاثيه او سداسيه او خماسيه. هذاك الشيء علاش زوين، علاش هذا الكاتب وماشي كاتب اخر؟ باش نجاوبك على السؤال ديالك، كما قلت لك بحال الا كيهضر لك على الحياه ديالك اللي ما تقدريش انت تقاسميها مع شخص اخر وتسولي على داك الشيء حيت ما غايجاوبكش، هو كيلقى لك اجوبه حيت هو كما كيقول عاشهم هو كشخص. مسلم كسر الخوف. تماما، شخصيا كنت حاضرة سناء، دهشت بحجم الحضور، سألت الكتاب من هو أسامة مسلم، لم يعرفه أحد، أنا شخصيا لم أعرفه، لم أقرأه يوما، عندما سألت الشباب الكل يعرفه، يعني كانت بالفعل صدمة بالنسبة للمعرض الكتابة. في ثاني أيام المعرض الدولي كان مبرمجا حفل توقيع روايات كاتب سعودي شاب هو أسامة مسلم.
ربما لم ينتبه أحد لهذا الاسم في برمجة المعرض، إلا أن حدث ما لم يكن في الحسبان. يصل الكاتب محاطا بحراس الأمن أمام فيضان من الشباب قدموا من كل مدن المغرب، ازدحام شديد الألاف من اليافعين من أجل الحصول على توقيع بخط يد الكاتب وأخذ صورة معه. أمام هذا المشهد كانت الحيرة والدهشة سيدة الموقف. كيف؟ لماذا؟ من هو أسامة مسلم؟ وماذا يكتب حتى سحر عقول شبابنا؟ هو كاتب سعودي من مواليد 77-900 وألف. عام 2015 أصدر أول رواياته خوف، حطمت خوف رقم المبيعات بالخليج، ثم بعدها أصدر العشرات من الروايات. تعرف عليه الشباب المغربي والعربي بصفة عامة في تيك توك وفي الإنستغرام، وما أشعل لهيب شهرته في المغرب هو يوتيوبر مغربي يحكي بطريقة مشوقة تفاصيل رواياته. مهما كانت الأسباب، استطاع أسامة مسلم أن يكسر القواعد المألوفة. اختار الطريق التي تمر من درب انشغالات الشباب، مر عبر التيك توك والإنستغرام، تواصل معهم بشكل يشبههم، وبالتالي وجدوا فيه الكاتب الأمثل. حسب قولهم، قيل وكتب الكثير عما حدث يوم السبت بمعرض الكتاب من أجل محاولة الفهم. هناك من انتقد المشهد برمته، ومن قال الحمد لله شبابنا يقرأ، بين من مع وضد. لا يمكن أن نغض الطرف عن هذه التحولات التي تحدث في غفلة منا جميعا. من الضروري التعامل معها بتفكير وتحليل مسؤولين. في الأخير الشباب يقرؤون العوالم التي تستهويهم. ربما آن الأوان لنتساءل، ما موقع الكتاب من سلطة مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل الأدب صار بضاعة؟ وما حجم الشرخ بين الأجيال؟ هل الكاتب التقليدي صار في خبر كان؟ والآن هو وقت الكاتب النجم، كاتب ترند؟ أي كتابة نوفر لجيل مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل الشباب يحتاجون إلى كاتب ينتمي إليهم روحياً؟ وهل نحن أمام صناعة النجوم في كل شيء حتى في مجال الأدب؟ هل الأمر ظاهرة صحية؟ دهشتنا التي فجرها في وجهنا أسامة مسلم لن تمر مرور الكرام، أكيد ستعيد ترتيب خوارزميات الكتابة والقراءة وعلاقة الكتاب بالقراء. الأسئلة في هذا الموضوع ستكون أكثر من الأجوبة، على الأقل لحد الساعة. على الأقل كنقولوا أنه كاين اليوم كاتب وهناك رغبة، لأنه الشهادات التي استقيتي سعاد فيها الكثير من العمق، أطفال وليدات صغار لهم علاقة بالكتاب، وهذا على الأقل خطوة جميلة في وسط هذه الحكاية. شكرا لك سعاد. شكرا.